أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل شيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا قضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم قال: واحل الله البيع وحرم الربا. لانه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سوره براءه فضح للمنافقين بخطاب عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقد وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره وهي الآية الواحدة والتسعين لا يزال الحديث أيها الإخوة متصلا في الآيات التي كانت أشارت إلى مجادلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ثم ما ذكر الله في اخرها من الاقتداء بالانبياء عليهم الصلاه والسلام ويتصل الحديث في هذا المجلس فيقول الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء وما قدر الله حق قدره هذا الكلام يصح في حق كل من اشرك بالله سبحانه وتعالى وعبد معه غيره فإن قلنا وما قدر الله حق قدره هنا المقصود بها المشركون مشركو قريش فهو كلام صحيح فالحديث متوجه اليهم ابتداء وقد نزلت هذه السوره العظيمه في مكه كما تقدم معنا مرارا في مجادله المشركين والرد على شبهاتهم وان قلنا وما قدر الله حق قدره المقصود بها كل المكذبين للانبياء الذين تقدم ذكرهم فأيضا هم كذلك ومعنى وما قدر الله حق قدره يعني وما عظم الله حق تعظيمه وتعظيم الله حق تعظيمه لا يكون إلا بمعرفته سبحانه وتعالى حق المعرفة ولذلك كان أشد الناس تعظيما وتقديرا ولله سبحانه وتعالى هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم هم أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال له احد من المنافقين شيئا في كان يقول بعضهم له اعدل يا محمد فما عدلت في كذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله اني لا اعلمكم بالله ومعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بالله سوف تثمر تعظيمه وتقديره سبحانه وتعالى حق قدره ويكون تعظيم الله للإنسان بقدر علمه به ولذلك يستزيد المسلم والمؤمن من العلم بالله سبحانه وتعالى حتى يزيد تعظيمه وتوقيره لله سبحانه وتعالى وهذا معنى قوله وما قدر الله حق قدره لماذا؟ قال إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قيل أن المقصود بهذه الآية مشركو قريش فهم الذين أنكروا أن يكون الله قد أرسل بشرا وهذه مقولة صحيحة فالذي يقول وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء المقصود بها مشرك قريش فقوله صحيح لأن الحديث في أول الآيات وفي هذه الآيات وفي التي يليها كلهم متوجه إلى مشرك قريش ومشرك قريش هم الذين كانوا ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم دين يدينون به وهناك من قال ان المقصود بهذه الايه هم بنو اسرائيل او احد بني اسرائيل قيل ان هذه الايه نزلت فيه واحد من احبار اليهود في المدينه اسمه مالك بن الصيف وبعضهم يقول نزلت في واحد اسمه فنحاص من علماء اليهود ويذكرون في الروايه انه كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحبر اليهودي وهو اسمه مالك بن الصيف قال له اسالك بالله وكان حبرا سمينا قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسالك بالله يا مالك هل, ذك هل ذم الله في التوراه او الم يذم الله في التوراه الحبر السمين فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت الحبر السمين فضحك كل من حضر فقال فاقسم هذا الحبر اليهودي ان يكون الله قد ارسل او انزل كتابا على اي واحد من البشر فلامه في ذلك احبار اليهود وقالوا له ابصر ما تقول فأصر على كلامه هذه رواية تذكرها كتب التفسير ولذلك يستثنون هذه الآيات الثلاث من السورة ويقولون أنها مدنية لكن الصحيح أنها آيات مكية وأنها ليست في هذا الحبر وإنما تذكر روايات ليست بصحيحة رحمه الله والروايات التي تروى في سبب نزولها في أحد أحبار يهود ليست بصحيحة أو كلاما هذا معناه وإنما نزلت في مشركي قريش، لأن بني اسرائيل اليهود لم يعرف عنهم أنهم ينكرون نبوة موسى، لأنه نبيهم ويؤمنون به ويؤمنون بإبراهيم فهم لا ينكرون أن ينزل الله على بشر من على بشر من من أو على واحد من البشر أن ينزل عليه كتابا من السماء، لأن التوراة بين أيديهم وهؤلاء اليهود، لكن المشركين هم الذين ينكرون فهي صحيحة في حق المشركين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فهم مشركو قريش أنكروا أن يكون الله قد أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم أو أرسل أحدا من قبله فالله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يلقنه الحجة وهذه فائدة يا أخواني مهمة نسيت أن أنبه عليها في بداية كلامي عن سورة الأنعام لأنني أتيت أنا من وسط السورة ولم آتي من أولها وحق مثل هذا الكلام أن يقال في أول السورة سورة الأنعام معظم آيات سورة الأنعام أو أكثر آيات سورة الأنعام تبدأ بواحد من أمرين إما بقوله قل 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 قل, قل تعالى وقل كذا قل كذا وإما بالضمير هو 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 هو, هو وما, وما يأتي بعد هو كله أوصاف الكمال التي اتصف الله بها سبحانه هذه هذه مسألتين المسألة فأما قل فهذا يسمى أسلوب التلقين وأظنني قد أشرت إليه في مجلس من مجالس التفسير أسلوب التلقين في هذه السورة واضح جدا وقلنا إن سورة الأنعام سورة للاحتجاج على منكر التوحيد ومنكري الألوهية ومن هو الذي يلقن هذه الحجج الله سبحانه وتعالى يلقنها نبيه عليه الصلاة والسلام وحسبك بالله سبحانه وتعالى معلما وملقنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لك كذا فقل كذا فأنت عندما تحتج بهذه الحجة فأنت تحتج بحجة قوية جدا والذي علمك هذه الحجة هو الله سبحانه وتعالى ولذلك قال في المقطع السابق وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وهذه رائعه جدا ايها الاخوه لانك الان اذا وجدت اذا وجدت دليل قوي تستمسك به هذه الادله وهذه الحجج التي يلقنها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن امن به حجج دامغه والله وصف حجه المشركين والمكذبين بانها حجه داحضه فقال حجتهم داحضه عند ربهم ما لها اي قيمه علميه ولا موضوعيه فالله سبحانه وتعالى يقول هنا للنبي صلى الله عليه وسلم يلقنه الحجه يعني يقول هؤلاء المشركون يقولون انه لم ينزل على بشر من الناس كتاب من السماء فاسالهم بكل بساطه وهم قريش ويعرفون اهل الكتاب في مكه في المدينه وقد ذهبوا اليهم عده مرات وسالوهم عده مرات لانهم اهل الكتاب اسالهم وقل لهم قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس طيب انتم الان تسالون يهود ويهود في المدينة تعرفونهم وتختلطون بهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إذن طبعا هذه حجة ملزمة لهم لأنهم هم يعرفون أهل الكتاب ويعني يعلمون الكتاب الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام قال تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا طبعا الخطاب هنا في قوله تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا فيها قراءه اخرى يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. فيكون الكلام قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، فيكون الكلام عن بني اسرائيل الذي يعني يعرفهم قريش. وان قلنا تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا والخطاب متوجه الى قريش فيكون المقصود انكم تعلمون بالتوراه التي انزلها الله على موسى ولكنكم تجحدون ذلك وتخفونه ويكون الخطاب متوجه إلى بعض من أسلم من أو بعض من تنصر أو, أو اتبع دينه الكتاب من قريش مثل ورقة بن نوفل مثلا وبعض الذين يعرفون العبرانية ويعرفون الكتاب الطبري رحمه الله يرجح أن المقصود به قريش ويقول ولذلك فالقراءة التي أرى أنها أولى هي القراءة التي يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا، لان هذا يكون الكلام متوجه الى بني اسرائيل. والذين قالوا ان هذه الايات نزلت في يهود وانها نزلت في المدينه وليست مكيه يحملون على ان المخاطب هنا هم اليهود بنو اسرائيل وتكون الايات منسجمه تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا اي انتم يا معشر اليهود. وعُلِمتُم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. يعني يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: آه يعني قل لقريش الذين ينكرون أن الله أنزل الكتاب على أحد من البشر ماذا تصنعون في التوراة التي تعرفونها تماما؟ تعرفون أنها نزلت على موسى؟ وأيضا آه علمتم أنتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم بواسطة هذا الوحي الذي جئت به الآن لكم. فقد قصصت لكم قصصا لا تعرفونها. وأخبرتكم بأخبار الأنبياء السابقين وأنتم لا تعرفونهم وبينت لكم كثيرا من الشرائع وأنتم لا تعرفونها لا أنتم ولا آباؤكم بل إن بني أو بني إسرائيل واليهود كانوا يعرفون كثيرا من تاريخهم ومن صواب ما في كتابهم من خلال القرآن الكريم يعني هناك قصص كثير موجود في التوراة الآن وفي الإنجيل فيه تحريف فياتي القران الكريم فيذكر القصه على وجهها فيصحح الاخطاء التي عندهم في كتابه ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون فالقران الكريم صوب كثيرا مما في كتب اهل الكتاب وهذا معنى قوله وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله يعني هذا جواب على السؤال الذي ساله محمد النبي صلى الله عليه وسلم يعني قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى الى اخره فالجواب هو قل الله هم طبعا سوف يجيبون بهذا الجواب لكنهم ان سكتوا فقد سكتوا كبرا وسكتوا يعني من لانهم لم يجدوا الا هذا الجواب الذي سوف يدمغهم ويكون حجه عليهم ولذلك يسكتون فيقول الله سبحانه وتعالى قل الله هو الذي انزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو الذي انزل الكتاب الذي جاء به ابراهيم وهو الذي انزل الكتاب الذي جاء به عيسى وهو الذي انزل الكتاب الذي جئت به يا محمد ثم قال في اخر الاية قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا اشاره ايها الاخوه الى ان تكذيب هؤلاء هو تكذيب عناد وكبر وجحود وليس تكذيبا المقصود به العلم ثم او, أو سببه الجهل ولو علموا لاستجابوا وإنما هم مكذبون حتى لو علموا فهم سوف يصرون على تكذيبه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مشيرا الى القرآن الكريم وطبعا تقدم الحديث عن الأنبياء السابقين وعن الكتب السماوية السابقة ثم جاء الحديث أيضا هنا عن التوراة ثم يأتي الحديث عن القرآن الكريم فيقول الله سبحانه وتعالى عن القرآن معظما لشأنه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها وهذا كتاب المقصود به القران الكريم وهذا التنكير هنا تعظيم لشان القران الكريم قال انزلناه اشاره الى ان القران الكريم منزل من عند الله وان محمد عليه الصلاه والسلام ليس له الا البلاغ فقط يعني دور النبي صلى الله عليه وسلم في القران الكريم هو دور المبلغ فقط ولذلك لا يملك الا ان يبلغ يبلغ ايات احيانا يكون فيها عتاب له عليه الصلاه والسلام ولا يملك الا ان يبلغ ولذلك تقول عائشه رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القران لكتم قول الله تعالى وتخشى الناس والله احق ان تخشاه أن وتخشى الناس والله احق ان تخشاه الى اخره في سوره الاحزاب وفي قوله عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالقران من عنده هل سيقول مثل هذه الايات؟ لا طبعا سيخفيها لكنه عليه الصلاه والسلام لا يملك. سوره الكهف لما جاءه المشركون وسالوه فقال اجيبكم ولم يقل ان شاء الله عليه الصلاه والسلام فتاخر الوحي. لو كان هو الذي ياتي بالوحي من عنده كان على طول اجابهم مباشره ايضا في حادثه الافك لما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه فلم يملك ان يقول شيئا وبقي عليه الصلاه والسلام يعني ينتظر الوحي فلما نزلت الايات بعد شهر وبعد ان تكلم الناس وخاض الناس في عرضه عليه الصلاه والسلام فلو كان النبي هو الذي يختلق القران من عند نفسه لما انتظر هذه المده وهذه كلها ادله صحيحه وواضحه على ان القران الكريم هو من عند الله فالله يقول هنا وهذا كتاب انزلناه هذا فيه وضوح واضح اولا في ان القران من عند الله وان واثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه لانه قال انزلناه ثم وصف القران بوصف فقال مبارك والمبارك هو كثير البركه وكثير الخير والقران الكريم هو كذلك فالقران الكريم مبارك ومعانيه لا يعني تنتهي وفضائله لا تنتهي والذي يقراه ويتعلمه ويسلك طريقه ويعلمه ويدارسه هو في هذا هو في هذه البركه هو في هذه البركه يعيش ويروح ويغدو ثم قال مصدق الذي بين يدي يعني القران الكريم جاء يصدق ما جاءت به الكتب السابقه التوراه والانجيل والزبور يصدق ما جاء فيها من الحق ويصحح ما جاء فيها من الخطا ومن التحريف وهذا معنى قوله في سوره المائده الذي تقدم معنا ومهيمنا عليها، الهيمنه هيمنه القران على ما قبله انه ينسخ ما جاء فيها يصحح ما فيها من اخطاء يصدق ما فيها من من اخبار صحيحه. قال مصدق الذي بين يديه يعني من الكتب السماويه السابقه ولتنذر ام القرى ومن حولها. يعني وجاءك هذا القرآن أيضا يا محمد لكي تنذر به أهل مكة ومن حولها من القرى، وسمى الله مكة أم القرى للإشارة إلى يعني فضل مكة وأنها هي فعلا كانت حاضرة المنطقة التي فيها ولا تزال، وهذا فيه إشارة أيضا إلى أهمية المدن والعواصم، وأنها هي التي في الغالب تكون فيها النبوات والرسالات والحركة بصفة عامة، وإلى يوم الناس هذا المدن الكبيرة هي التي يبعث فيها الرسل ويرسل إليها الأنبياء ولذلك قال قال الله سبحانه وتعالى بعثنا في أمها رسولا يعني في في المنطقة الرئيسية التي يجتمع الناس فيها وسمى الله مكة أم أمكة وأم القرى قيل لأنها هي المنطقة التي أول بيت يبنى في الأرض يبنى فيها وهو الكعبة ولذلك كانت مجمعا للناس ومقصدا للناس حتى اليوم وهذا من بركة دعوة إبراهيم بعد ذلك عندما قال ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ولذلك استجاب الله هذه الدعوة. ومن حولها يعني والمناطق والمدن التي حولها وقد انتشرت يعني فعلا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حول مكة حتى بلغت أقاصي الأرض، والناس يتوجهون في صلاتهم إلى إلى هذه المنطقة إلى الكعبة. وهناك دراسات الآن حديثة تثبت حتى الذي ينظر إلى الكرة الأرضية الآن مصورة يجد أن مكة تقع في المنتصف فعلا فهي في وسط العالم الان وهي في منطقه امنه من حيث الزلازل والبراكين ومن والمياه الى اخره فلا شك انها منطقه مختاره. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به. يعني والذين يؤمنون بالاخره ويخافون وعيد الله سبحانه وتعالى يؤمنون بهذا الكتاب الذي انزلناه مبارك. سواء كانوا من المشركين او كانوا من الامم السابقه. فالمؤمن الحقيقي بموسى عليه الصلاه والسلام وبعيسى هو بالضروره مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم عندما تبلغه الدعوه، لان التوراه فيها نص على محمد عليه الصلاه والسلام وعلى رسالته. قال: وهم على صلاتهم يحافظون، لاحظوا ايها الاخوه كيف اشار الى مسالتين. اولا الايمان بالاخره قال والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به. كيف؟ لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى الاخره هنا؟ للاشاره ايها الاخوه الى ان الايمان باليوم الاخر هو الذي يدفع الى الايمان والى العمل. لماذا؟ لانه يوم الحساب ويوم الجزاء وهذا شيء طبيعي الانسان يخاف دائما من الاختبار ويخاف من الجزاء ويخاف من الحساب ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في او في سوره الفاتحه ونكررها دائما مالك يوم الدين. مالك يوم الدين آه هذه آية دائما تجعل يوم القيامة نصب عينك حساب دائم مالك يوم الدين مالك يوم الدين حتى تشعر في كل ركعة أن وراءك يوم اسمه يوم الدين يوم الحساب يوم الجزاء ولذلك حاسب فكذلك هنا قال والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به لأنهم يتذكرون هذا اليوم وبالتالي يدفعهم هذا التذكر دائما الى الايمان والتصديق والعمل. والعمل. ولذلك تاملوا في قوله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، فذكرهم بيوم الحساب. حتى ينتبه الانسان حتى في معاملاتك الماليه والميزان وال ذكرك باليوم الآخر مباشرة ثم يقول الله سبحانه وتعالى وهم على صلاتهم يحافظون فذكر لك الإيمان وهذا عمل قلبي الإيمان باليوم الآخر وذكر لك أمرا عمليا وهم على صلاتهم يحافظون وعبر بفعل المضارع الذي يدل على التجدد دائما كلما أقيمت الصلاة تصلي كلما أقيمت الصلاة تصلي ولذلك جاء التعبير بقوله يحافظون وفي هذا تلازم أي أيوة الإخوة بين أعمال القلوب والإيمان بالغيب وبين العم العمل ليس هناك في الإسلام إيمان كذا يعني بدون, بدون, بدون عمل إيمان بالقول دون العمل وإنما لا بد أن يصحب الإيمان عمل صلاة صدقة حج صيام يراها الإنسان ويحافظ عليها ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله الآية عامة اي انه يقول ليس هناك احد اشد ظلما ممن كذب على الله، افترى على الله كذبا. بمعنى ان يقول ان الله قال كذا وهو لم يقل او يحرف معاني كلام الله او يفسر كلام الله بغير بغير علم فيكون ممن افترى على الله كذبا، فهذا لا لا اظلم منه. او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، الذي يدعي النبوه ويقول ان الله يوحي الي كما فعل مسيلمه الكذاب وكما فعل الأسود العنسي وأمثالهم ممن ادعوا النبوة هذا أيضا من أشد الناس ظلما وبالتالي من أشد الناس عقابا قال ومن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله بعض المفسرين يذكر أن هذه الآية نزلت في, في أشخاص بأعيانهم فيقولون نزلت في قوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا نزلت في من كان يعني يدعي انه نزل عليه وحي ويقول وي كلاما يقول انه وحي من الله مثل مسيلمه وغيره. او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء مثل مسيلمه والاسود وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واحد في اليمامه وواحد في في اليمن. او قال سأنزل مثل ما انزل الله، يقال انه المقصود بها عبد الله بن ابي سرح كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يبدل في الايات. فإذا قال الله حكيم عليم يكتب غفور رحيم ولا يؤنب على ذلك فوقع في نفسه يقول يعني انا بامكاني اني اغير بالشكل هذا ما اشاء فارتد عن الاسلام واهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ثم اسلم بعد ذلك وحسن اسلامه يعني وكان من اقارب عثمان بن عفان رضي الله عنهم اجمعين فقيل انه هو الذي المقصود بقوله سأنزل مثل ما انزل الله يعني يقول انا استطيع اني اكتب ولا أحد ينتبه لي الله الرسول يقول غفور رحيم فأنا أقول عزيز حكيم ولا وليس هناك من يصحح لي ثم قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولو ترى يا محمد إذ الظالمون ولو ترى يأتي التعبير هنا للإشارة إلى العموم وهذا تصوير لحالهم يعني ياتي التصوير بالفعل المضارع هنا يعني ينقل لك المشهد كان كانك تراه فيقول الله ولو ترى يا محمد ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت يعني في سكرات الموت وسمى سمى الله سكرات الموت غمرات والغمرات في اللغه هي الشدائد سميت ماخوذه من الغمر والغمر هو خاص بالماء والمائعات يعني انها اذا غمرت بالماء يقال هذه يعني مغموره يعني كانها قد غطاها الظلال كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره الذاريات بل هم في غمرة وقال في غمرة من هذا او نحو ذلك نسيت الايه نصها لكن ذكر الله سبحانه وتعالى نعم بل قلوبهم في غمرة من هذا ولا في سوره الذاريات ايضا نسيتها في أول السورة في الصفحة الأولى منها ها في غمرة ساهون نعم فالمقصود بالغمرة يعني كأن القلوب والنفوس مغمورة في هذا الظلال غمرا مثل كأنها مغمورة في الماء والعرب تسمي يعني شدة الحرب الغمرات ولا ينجي من الغمرات إلا براكاء براكاء القتال أو الفرار فالغمرات إذا اشتدت المعركة سميت يعني غمرات لأنها يعني تغمر الإنسان بشدتها فالله يقول لو ترى هؤلاء المشركين وهم في سكرات الموت في غمرات الموت والملائكه باسطوا أيديه ايديهم بالعذاب لهم لرايت اخرجوا انفسكم، يعني يقول لهم الملائكه اخرجوا انفسكم على سبيل الشده والقسوه ثم سكت ما ذكر الجواب. يعني معنى الكلام ولو ترى اذ ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم لرأيت أمرا عظيما. هذا تقدير الكلام لكنه حذف الجواب للإشارة إلى عظمته وحتى يذهب الذهن في تفك يعني في تصوره كل مذهب. وهذا أسلوب متكرر في القرآن الكريم أن يحذف جواب لو. ثم يقول الله اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون أي يوم القيامة ويوم الحساب تجزون ايها المكذبون عذاب الهون وعذاب الهون المقصود به عذاب الخزي الهون اذا ضمت هاؤه فالمقصود به الهوان الهون واما اذا فتحت الهاء فالمقصود به الرفق الذين يمشون على الارض هونا هونا يعني يمشون برفق وبتواضع اما هنا عذاب الهون بالضم الهاء فالمقصود به عذاب الهوان والخزي بما كنتم تقولون على الله غير الحق كنتم تنسبون ان الله له شريك وكنتم تنسبون اليه الولد وكنتم تعبدون تنسبون اليه ما لا يليق به فهذا هو جزاؤكم وهذا هو عذابكم وكنتم عن اياته تستكبرون اي تكفرون بالله سبحانه وتعالى استكبارا وعنادا ثم يذكر الله سبحانه وتعالى مشهدا آخر من مشاهد هؤلاء المشركين يوم القيامة فيقول ولا قد جئتمونا فرادا يعني يوم القيامة كلنا نأتي فرادا يوم القيامة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وهذا أيها الإخوة يعني يدعو الواحد إلى المحاسبة الشديدة لنفسه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وهذا هو حالنا اذا مات الواحد منا دفن بمفرده وبعث بمفرده وحسب بمفرده فالله يقول لقد جئتمونا فرادا يعني منفردين كل واحد وحده كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم يعني ما رزقناكم واعطيناكم من الابناء والاموال والدنيا تتركونها خلف ظهوركم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم انتم ايها المشركون الذين عبدتم هذه الاصنام والكواكب و... واين هم هؤلاء الاصنام وماذا سينفعونكم به في هذا الموقف قال وما نرى معكم شفعاءكم لانهم كانوا يعتبرون عبادتهم للاصنام او يعني يعتبرون الاصنام شفعاء لهم لذلك قالوا وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا الذين زعمتم انهم فيكم شركاء انتم كنتم تدعون اننا لا نستحق العباده وانما تعبدون هذه الاصنام وتشركونها معي في العباده فيقول لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ولا شك ان هذه من مواقف الحسره والندامه التي يقفها الكفار يوم القيامه انه ياتي بهم ويجدون الاصنام لا توجد ولا توجد الهه التي كانوا يعبدونها لا تنفعهم يوم القيامة فيب يعني يبلسون ويعتبرون هذا من مواقف الندامة التي يعضون فيها أصابع الندم ولا تساعة مندم فيقول لقد تقطع بينكم ما كان بينكم وبين الأصنام من علاقات وعبادة ونذور وسجود تقطعت ولذلك قال لقد تقطع بينكم العلاقة التي بينكم تقطعت الأواصر فيها وفي قراءة أخرى لقد تقطع بينكم نعم يعني وصلكم نفسه انقطع وظل عنكم ما كنتم تزعمون يعني ظل عنكم بمعنى غاب عنكم وخذلكم أحوج ما تكونون إلى إليه ثم يذكر الله سبحانه وتعالى آياته في, 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 في خلقه وهذه سورة الأنعام أيها الأخوة كما قلت لكم مليئة بالحجج الله سبحانه يحتج على ألوهيته ويحتج على ربوبيته وأنه الخالق سبحانه وتعالى فيقول إن الله فالق الحب والنوى الآن هذه الآلهة التي ضلت عنكم في الآخرة لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنكم من الله شيئا تعالوا الآن عندي أنا أنا الله سبحانه وتعالى وانظروا كيف كيف خلقت وكيف رزقت وكيف وكيف أنشأت ولذلك يقول في سورة لقمان هذا خلق الله بعد أن يعدد مخلوقاته فيقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ما فيه فيقول هنا إن الله فالق الحب والنوى الحب مثل القمح والشعير والبر والنوى مثل نوى التمر ونوى الزيتون ونحوها فيقول الله سبحانه وتعالى إن الله فالق الحب والنوى وفلق الحب هو سبب نموه لأنك يعني إذا وضعت الحب في التراب تنفلق وتنمو يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون ويبدأ الآن يستدل عليهم الآن وكل هذه الأشياء التي يعددها الله سبحانه وتعالى لا يملك هؤلاء المكذبون إلا أن يقولوا حقا حقا وإن لم يقولوها بألسنتهم فإنهم يقولونها ب يعني بلسان الحال فالله سبحانه وتعالى يقول إن الله فالق الحب والنوى هل, هل هذه الأصنام تفعل ذلك؟ الجواب لا يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت مثل ماذا صحيح وكلام المفسرين كثيرا يدور حول هذا ما رأيكم في أمر أوضح من هذا نعم هذه ستكون غير ليست حقيقية وإنما مجازية إذا ما تقول يخرج المسلم من الكافر لكن ما رأيكم في ناقة صالح عليه السلام كيف خرجت من حجر صح حجر ميت صلت وخرجت منه ناقة عظيمة وحية موسى عليه الصلاة والسلام كانت عصا ليس كذلك وخرجت منها حية تسعى وكما يقال أيضا كبش إبراهيم عندما فدى الله به وإن كان قيل أنه نزل من السماء لكن مثل هذه أمثلة تصلح أن تكون إخراج للحي من الميت فعلا الذي لا شك فيه هذا هذا حجر وخرجت منه ناقة وهذه عصا وخرجت منه حية أما مخرج ومخرج الميت من الحي مثل ماذا؟ الميت من الحي يعني يكون الوالد حي او الوالده حيه ويخرج منها ميت ها؟ انتم مركزين على الدجاجه هذه ها؟ نعم نعم فالمهم ان الله سبحانه وتعالى صورها كثيره صورها كثيره وامثلتها كثيره وما تجدونه يا اخواني اي مثال تجدونه في كتب التفسير فهذا من باب التفسير بالمثال يعني بعضهم يقول الدجاجه والبيضه والبيضه والدجاجه و او بعضهم يقول يعني الامثله التي ذكرتها لكم وهذه كلها امثله لكن الفكره واضحه ان الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي لا احد يفعل ذلك غير الله سبحانه وتعالى هو الخالق ولذلك عندما يعني وهذا يعني نختم به عندما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحتج على النمرود في سورة البقرة وإذ قال آه ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم وهذا طبعا ذكرنا لكم في المجالس الماضية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني كان إماما في الاحتجاج والمجادلة عن عن دينه وعن التوحيد الألوهية وتقرير الناس به فحاجه الملك فقال لم تَرَ إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك يعني هذه نهاية النعمة يعني لأن الله قد آتاه الملك وأعطاه يحاجج في الله هل الله يستحق العبادة وما يستحقها أن آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت الحياة الحقيقية والإيمات الحقيقية قال أنا أحيي وأميت ابراهيم عليه الصلاه والسلام مجادل فطن ما اراد ان يدخل معه في في نقاشات عقيمه لانه هو يقول احيي واميت احيي واحد كان محكوم عليه بالاعدام عندي في السجن اطلقه لوجه خلاص اطلق صراحه انا احييته وواحد ما, ما له ذنب اقتله هل هذه تعتبر احياء واماته بهذا المعنى هذه سفسطه صح لكن إبراهيم ما أراد أن يدخل معه في جدال قال طيب بسيطة سلمنا لك أنك تحي وتميت فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب يلا والجواب لازم أن يكون سريع صح ولا لا فبهت الذي كهر هذه بالها ما في ما في مجال صح ولا لا وهذه فائدة في المجادلة أنه إذا كان خصمك عنده, عنده شبهة دليل شبهة كما في هذا أنا أحي وأميت يمكن تمشي تمشي على بعض الناس يقول والله فعلا هذا كان محكوم عليه بالقتل واعتقه وهذا تعتبر احياء لكن يعني يمكن نسميها شبهة دليل اترك على طول وانتقل الى دليل وحجة اقوى لا تضيع وقتك فكذلك فابراهيم عليه الصلاة والسلام هنا يقول قال هنا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون هذه الآية طبعا ستأتينا حجج أخرى كلها احتجاج بالربوبية على الألوهية كيف؟ يعني الله الذي فلق الأصبح وفلق الحب والنوى وأنتم أهل تعرفون الزراعة وتعرفون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وترونها يوميا الذي يولد والذي يموت والذي ذلكم الله فأنا تؤفكون يعني أين تصرفون عن هذا الحق الواضح البين أن يعني أين تؤفكون يعني تصرفون وتقلبون عن هذه الأدلة الواضحة الظاهرة وتجحدون استحقاق الله سبحانه وتعالى للألوهية يعني ما دام هو الذي يخلق وهو القادر فهو أحق بالإفراد بالعبادة وإلى هنا ينتهي مجلسنا ولعلنا نكمل في المجلس القادم بإذن الله تعالى صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك